مساكم الله بالخير وحياكم الله متابعين ومشاهدي برنامج بلنتي عبر إذاعة وتلفزيون المارينا. نرحب فيكم جميعا خلال هذه الساعة اللي بإذن الله نستمتع فيها ونتحدث عن كرة القدم سواء كانت رياضة محلية أو رياضة عالمية. أرحب برواد البرنامج الغالين الكابتن عادل والكابتن محسن غانم، حياكم الله. مساء الورد على الجميع الحضور والمستمعين والمشاهدين بانتظار ضيفنا العزيز الكابتن حسين موسوي. نعم جميل جميل. نعم. يا ابو عبد الله كابتن عادل نرحب فيك. يا هلا ومرحبا فيك الله. يا هلا ومرحبا فيك، مساك مسي عليك بالخير وعلى ابو عبد الله وايضا على ميرو. انزين مسي عليكم، مسي عليكم بالخير ومسي على ابو عبد الله ومسي على الجماهير والاخوه المستمعين، وايضا مثل ما قال ابو عبد الله بانتظار ضيفنا اللي يعني راح نخليه يركض الملعب 5 مرات. ابو عبد الله عاد هو كله يركض. ابو عبد الله اللي خسر دائما اللي تاخر على التمرين كان يعني في عقوبات منوعه، في مدرب يخليك تدور بالملعب، في مدرب في مدرب يخليك تضغط، في مدرب ما يخليك تدش الملعب، في مدرب يقعدك احتياط، في مدرب يقعدك احتياط. شنو افضل تصرف بالنسبه لك؟ افضل تصرف انك تقعد احتياط. مو هذا هذا افضل تصرف. تصرف اوكي جميل. يا كابتن عادل، كابتن عادل طبعا انت من الناس اللي توقعوا فوز بنفيكا، توقعت فوز بنفيكا وطبعا شفنا ان اليوفي سقط ليله الامس. اوكي انا مالي ابو عبد الله هو اللي قال، ابو عبد الله هو اللي قال راح يسقط اليوفي امس. اثنينكم يعني متفقين؟ ايه سقوط. نعم. كبير سقط وكان متوقع، مو بس سقوط متوقع واضح قياسا على مستوى بنفيكا والوضع الحالي وما قدمه مستويات في المقابل. اليوفي في وضع سيء في الدوري، في وضع سيء في المجموعه، هذا شيء طبيعي يعني انك تتوقع هالشيء. من المفاجاه انه تصير، انه يعني صعب انك تتوقع مفاجاه، لو بتصير بتصير 10% يمكن. ممكن يفوز بهدف، يخطف له هدف، يغلق مناطق من يوفنتوس يعني. ها إيه ممكن يلعب في طريقه، ممكن. ابو عبد الله احنا قلنا ان أليجري من المدربين المباريات الكبيره يحاول يعقدها، المباريات الاقل مستوى لاعبينه هم اللي يعني يحاولون يفوزون في المباراه. صحيح. نعم نعم جميل. هو يعني نذكر بأرقام البرنامج كابتن عادل قبل ما نبلش نقاشنا. أرقام البرنامج كابتن عادل 22-20-90-4. أبو عبد الله 22-20-90-4. هلا أبو علي. هلا أبو علي، حركت المفاجأة يا جماعة، حركت المفاجأة. أنت تكلم إن المدربين عاقبون اللي تأخر، فأنت لا لا حسب خبرتك لما تأخر عن التمرين شنو يسوي؟ عدل الشوارع. لا بس العادة أنت بالنادي الحين لما تأخر عن التمرين شو يسوي لك المدرب؟ أنا لا أنا غير، ما يقدر علي شايب. لا عاد أبو علي أنا من المدربين اللي حاول أكسب اللاعبين، ما عندي عقابات، هذه خطة ما في عقوبة أو شيء، ما في يعني سهل على اللاعب. حياك الله أبو علي وأنا سعيد يعني بتواجد معاك اليوم. طول عمرك إن شاء الله، إن شاء الله يكون إضافة حلوة معاكم مع الإخوان يا رب إن شاء الله. عسى ربي يحفظك يا أبو علي ونشكرك يعني على قدومك معانا اليوم، وشرف كبير لنا أن اليوم يعني لاعب مميز مثلك يتواجد، وإن شاء الله تواجد معانا أكثر وأكثر في هالاستديو. إن شاء الله أكيد أكيد إن شاء الله. إن شاء الله بينكم الله. عسى ربي يحفظك يا أبو علي. عموما إحنا عندنا بريك طبعًا. ومن بعد طبعا أبو علي اللي فضل. هو منو؟ حسين المسوي. لا حسين المسوي للمستمعين لازم يسمعون الاسم. جميل جميل. عموما احنا بناخذ بريك وبنرجع لكم. عودة مرة أخرى لبرنامج بلنتي، وهالمرة نرحب مرة أخرى في أبو علي. طبعا المصدر موثوق كابتن محسن غانم هو اللي أعلن الصفقة، لكن احنا حاليا نعطي الإعلان الرسمي. أبو علي حياك الله. حياك الله أبو علي ومنور. الله يحييك طول عمرك إن شاء الله. أبو علي شو الجديد، شو اللي صاير؟ يعني احنا في بداية الموسم كنت أعلنت اعتزالك أنه ما راح تكمل، شنو الخطة الجديدة؟ والله للحين ما زالت في مباحثات يعني على خطة الاعتزال مع نادي العربي، مع أخواني الجهاز الفني والإداري، وعلى رأسهم أخوي أبو سعود عبد العزيز عاشور اللي أمانة شهادة لله ما قصر معي، وقف معي وقفة جميلة، خاصة يعني باستقباله لموضوعي، موضوع اعتزالي أو أنه موضوع مناقشة اللي راح يصير بيني وبينه واللي صار. فأمانة استقبلوني استقبال جميل، وما زال يعني للحين ما نقدر نعطي تفاصيل، لكن شنو يعني المباراة اللي ودك
تاخذه؟ قادسية عربي؟ أنا أمانة ضد الكويت، يعني ودي ضد الكويت. ضد عربي الكويت؟ يعني هو مبدئيا وده مباراة جماهيرية. لا سالمية ما أقدر عليهم. سالمية عربي والسالمية. أبو علي المفروض تختار قادسية جمهور. والله أنا أمانة سمعت في لاعبين ماخذين عشان كذي ما يبي ينظر. ما يبي ينظر عشان تبين في لاعبين سابقين يعني حاطين اسمهم في دور. دائما دائما المباريات اللي تكون جماهيرية يمكن عليها أكثر إقبال. عموما يعني احنا نوجه التحية لإدارة العربي على تعاونهم مع أبو علي، ونوجه جميع الرياضيين أنهم يكونون متواجدين مع حسين المسوي، سواء من جماهير سواء من رجالات اللي يتواجدون في الرياضة بشكل دائم، أن يدعمون الكابتن حسين المسوي لما قدمه مع المنتخب ومع النادي. كابتن عادل، رأيك في مسيرة اللاعب حسين المسوي؟ أنا بتكلم نقطتين. أول شيء حسين يعني كافي أنه ماخذ جائزة المرعب الصغير، يعني واحد من النجوم، الواحد يمكن ما أخذ حقه، يعني أغلب نجوم الجيل هذا ما أخذوا حقهم بسبب التوقفات الدولية، بسبب قلة المشاركات، عدم الاستعداد. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي نسألها يعني اليوم لما نذكر اعتزال، وين رجال الأعمال من دعم اللاعبين تسويقيا اللي أقصده؟ اليوم نشوف الرعايات في العالم، في رعاية للأندية وفي رعاية اللاعبين. نعم. ليش اليوم إحنا بالكويت ما عندنا الرعايات للاعبين؟ ليش بس عندنا المصالح؟ أو إذا كان واحد من رؤساء الأندية عنده علاقة مع شخص بارز أو تاجر يقدر يجيب له سبونسر حق النادي. نعم. لكن لو مثلا نروح لنقول لنبي بدل مطوع، نبي مثلا ترعاه بشكل معين بطريقة معينة، الكابتن حسين موسوي على الأقل باعتزاله يكون في له رعايات معينة من هذا. هذا الأمر ما قاعد نشوفه. والله أنا ضم صوتي صوتك كابتن عادل، وأتمنى من جميع الرياضيين جميع المتابعين، اليوم كابتن حسين موسوي هو يعني ولد النادي العربي وولد المنتخب، وقدم الكثير سواء على المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي. يمكن الكل يشهد لأخلاق هذا اللاعب، وكذلك يمكن احترافيته في أرضية الملعب. فأنا أطالب الجميع بالوقوف مع هذا اللاعب، حتى الجماهير. عموما أنا معي مكالمة، نقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. عندي نصيحة حق ولادي أبو علي. تفضل يا محمد. أسمع. إذا بتجيب فريق يجيب الأهلي المصري أو الزمالك المصري حق اعتزالك، هالفريقين واحد منهم. تقول لك الاهلي المصري او الزمالك؟ اهلي فل الملعب لك. محمد محمد انت قد ساويه، بس نبي دعم لابو علي ان شاء الله. ما اقدر عرباوي صح؟ لا بس يوم اعتزالي قد ساوي راكم. لا 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 لو شنو ما حاجي. الله يطول بعمرك. حتى بتفزوه راح اطالع. الله يطول بعمرك. انا عندي فجور بالخصوم على فكره. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. متعصب. لا بس انا نصحته بالعكس. شوف يا يجيب الاهلي المصري يا الزمالك المصري. وين حصلهم؟ اي والله تحصلهم اذا سعيت تحصلهم ان شاء الله. الله يطول ان شاء الله ان شاء الله. زين ابو علي والله يوفقك ان شاء الله يمه ويحفظك يا رب. على راسي محمد. يسمح دربك امي. عامرني. والهانين عليك. من زمان ما سمعنا صوتك. قاطع عذر ايش اسوي؟ لا بس الحين قاعد يلعبون. يمكن الليله في اخبار سعيده يا محمد. ما يخالف الحين الحين ان شاء الله. الليله يا محمد الليله ممكن في اخبار حلوه الليله ان شاء الله. لا تقطعينا يا محمد على الاقل مره بالاسبوع. اي والله اي والله ان شاء الله امي. حاضر. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظكم حبيبي. شكرا امي. الله يحفظك يا رب. ابو عبد الله، اليوم كابتن حسين الموسوي انت عملت كاداري، يمكن اعتقد شفت اخلاق هذا اللاعب، شفت شلون يعني دائما يقدم الاضافه على ارضيه الملعب، وحاليا يعني هو على وشك الاعتزال. حسين الموسوي قدم للنادي العربي مستويات كبيره على مستوى الخط الهجومي واهداف، ما انسى اهدافه ثلاثه في مرمى القادسيه تذكرهم ابو علي استاذ جابر. ايضا على مستوى المنتخب. فحسين لاعب امانه، يعني اتفق مع اخوي عادل انه ما اخذ حقه اعلاميا امانه. نعم. خلق التزام، ما شفنا امانه ولا مباراه ولا موسم شفنا مشكله من حسين. صحيح. في الخساره. صحيح. في الفوز امانه. واتمنى ان اللاعبين الناشئين ان يحذون حذوه من ناحيه الخلق والالتزام. ورجل يعني حتى أداءه ثابت، حتى لما راح السالمية ما اختلف أداءه، ونفس الطريقة سجل أهداف ويخدم الفريق أمانة. أبو عبد الله أنت ذكرت نقطة حلوة، يعني في بعض اللاعبين ممكن إذا غادر نادي أو شيء ممكن يبدأ ينتقد انتقاد مثلا ما يكون برناء،
او انتقاد مجحف بحكم انه والله غادر النادي وراح، لكن ابو علي دائما يحفظ الود، وهذا صراحه نقطه تحسب لي، يمكن ذكرتها سابقا. عموما يا ميرو، ميرو عطنا الفلاش، خلينا نصدم ابو علي. صراحه مقطع تعليقي جميل، شنو شعورك انت تسمع المقطع؟ والله شعور جميل جدا، تتذكر الايام هذه خاصه ان مسجل امام فريق عملاق، فريق نادي القادسيه، يعني من يعني اي لاعب اليوم يعني اذا بيطالع ذكرياته او بيفتخر بنفسه يفتخر انه سجل على نادي كبير مثل نادي القادسيه. فانا بالنسبه لي هذه من الذكريات الجميله اللي لا تنسى يعني ابدا امام نادي القادسيه. وما اتوقع ان ذكرى حلوه الكابتن محسن. انا اتفق ويا ابو علي، لان انا كنت بالقادسيه، صح، سجلت هدف في مرمى العربي الراحل الله يرحمه سمير سعيد، الله يرحمه، وخذينا الدوري في نفس الموسم بعد غياب تقريبا اكثر من 10 سنوات. فمباراه القادسيه والعربي لطابعها الجماهيري ما تنسى، اي هدف ما تلو بعد 50 سنة عليك. فعلا صحيح، يمكن لا يمكن تنسى الذكريات هذه خصوصا مباراة ديربي. صحيح. عموما عندنا مكالمة، نقول الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، منو معي؟ معك بن السويدان. ونعم ونعم، حياك الله. ابو عادل موجود؟ عادل موجود. عادل موجود، حياك الله. كابتن عادل تفضل. الخاسية إن شاء الله فوجود، يعني المساعة ما تافت خسارة، يعني خسارة بالعربي، عربي فاضل الذي إن شاء الله الخاسية فوجود، يعني إن شاء الله يأخذ الكاس. الله يسمع منك. إن شاء الله يأخذ الكاس مركز أول، ما نبي عربي فوجود. طيب يزعل مساوي مقصودة، هذه مقصودة. اليوم قادسية بدي مطلع يقول إذا اليوم قادسية وكاظمة، كم تتوقع النتيجة؟ أنا أقول 4-1 يكون قادسية. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، شكرا شكرا لك. يعني فيجي محمد المطيري هو يشجع قادسية وأنا أشجع قادسية. الله يعطيكم الصحة والعافية. اللي ما فادوا قادسية نبكي إحنا. سويدان سويدان هلا، باكر لازم تدق علينا وتقول لنا اذا توقعاتك كانت صح او غلط. اي لازم، ما يصير 4-1 وكذا. انا انطرك، انا انطر باكر لك جائزه من البرنامج اذا فاز القادسيه. نشكرك نشكرك على اتصالك سويدان، وحياك الله وشرفنا. عندنا مكالمه اخرى، نقول الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، منو معي؟ محمد. محمد ونعم، حياك محمد. صراحة أنا بتكلم مع كابتن موسى، مع أني غتساوي طبعا توقعاتي بشكل عام، عشان ما أطيل عليكم، توقعاتي 2-1 للقادسية. يا رب يا رب القادسية يورينا أداء بطولي، وبعرض لأن صراحة الأداء يعني القادسية شيء ضعيف، بس ودنا والله تمنياتنا مع بدر إن شاء الله أنه يقدر يسوي شيء، لأن بدر يعتبر بالنسبة لنا يساوي فريق بالنسبة للقادسية. ممتاز. وفيما يخص هذه الذكريات ما القادسية والعربي، أكثر جول أزعج القساوية وأزعجني أنا اللي محمد تراك قول وبعدين خذ الكاميرا قام يصور، هذا وقتها كنت أنا. هذا مصطور. فعلا ذكرى 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 جميلة. أشكرك أخوي محمد على اتصالك وحياك الله ونورتنا. عندنا اتصال آخر، نقول ألو. ألو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، منو معي؟ الله يحييك يسلمك، معك محمد الخير حبيبي. ونعم ونعم محمد، حياك الله. عليك زود، انا للامانه اول مره اطلع مشاركة على برنامج صوت تلفزيوني او اذاعي. شو المناسبه؟ شو المناسبه؟ وجود حسين الموسوي. يا سلام، يستاهل. الله يطول عمرك. يستاهل يستاهل ابو علي. احب والله اشكر ابو علي على كل لحظه قضاها بنادي العربي، صراحة لاعب ما راح ننساه وما راح ننسى أهدافه وياما ونسنا. الله يطول عمرنا وعساه على القوة إن شاء الله، وموفق أبو علي، لا تباعد عن الرياضة، نبيك في النادي. يا بعد راسي إن شاء الله راح أكون موجود في النادي. ولا تخلونا مباراة اعتزالة، لازم تكونوا موجودين. إيه لا تخلينا. إحنا كل مباراة حق العربي موجودين إن شاء الله. محمد أنت مصور مميز، نبي صور حلوة لأبو علي. يستاهل يستاهل يستاهل، وتشرف اني اصوره. الله يحفظك يا محمد وحياك الله ونورتنا. عندنا اتصال اخر، نقول الو. الو، مرحبا، يعطيك العافيه. الله يعافيك، منو معي؟ مس عليك ابو عزيز معك. ونعم ونعم ابو عزيز، حياك الله. مس عليك على الكباتن، وبتمنى توفيق للكابتن حسين ان شاء الله، ومنه للاعلى ان شاء الله نشوفك طاقم تدريبي يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. بس رساله لكل برشلوني متامل، لو 1% من فريقه يعمل شيء او الفرق الثانيه تعمل لنا شيء، اغسل ايدك تماما. موسم برشلونه انتهى، موسم برشلونه
الاوروبي انتهى تماما، ويا ريت لو في سيناريو ان ما نروح اليوروب ليج، بتمنى ان ما نروح اليوروب ليج. يا ساتر، هل البطوله مشؤومه هذه؟ ليش مش مشؤومه؟ لانه اول شيء مش من مستوانا صراحه، وبعدين ارهاق للفريق نفسه، بكره حتلعب بالشتاء ورايح وراجع وارهاق. انا متاكد يعني صاحب البالين كذا بتاثر على اداء الدوري. صح، ركز على الدوري ولا شيء غير الدوري. انجاز يعتبر جبار، كابتن يعني مدرب مثل اللي عندنا صراحه كبير عليه برشلونه، كبير عليه. يا ساتر يا ساتر، هذا تصريح خطير، لكن راح نناقشه يا ابو عبد العزيز. انا يمكن هذا ثاني تفضل. والله العظيم حتى الكاريزما تبعته صراحه ما في دعوه، فارض نفسه. عموما احنا ابو عبد العزيز يعني عندنا عده اتصالات، انا اشكرك على اتصالك وباذن الله بالحلقات الجايه باذن الله بنتناقش معاك. وشكرا شكرا على اتصالك، الله يحفظك يا ابو عبد العزيز. عندنا اتصال اخر ونقول الو، منو معي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. معك حامد العازم. ونعم ونعم حامد، حياك الله. تحيه لكم ولضيفكم العزيز. الله يحفظك يا حامد، حياك. انا بس اذكر قبل يومين قال انت سالت الكابتن عادل عن مستوى صلاح صح ولا لا، هو قال لك لا مستوى ما زال لكن ما في انتاجيه. والاسبوع اللي فات انسال ليش ما لعب كريستيانو تنهاج، قال انه مو قاعد يسجل. نعم. طيب المشكله بالاداء ولا بالانتاجيه؟ يعني انت تشوف يعني مع محمد صلاح حطها بالانتاجيه. طبعا انت سطحت الافكار بشكل مو طبيعي. انا ما قلتها، انا ما قلت اللي انت قلته هذا، بس باختصار عادل رد على حامد بس وضح لنا نقطتك. انا قلت مانشستر يونايتد هذا الموسم قاعد يلعب بشكل افضل من غير كريستيانو. الموضوع مو موضوع اهداف، الموضوع اداء. اليوم راشفورد مو هداف افضل من كريستيانو، لكن مانشستر حاليا اسرع مع راشفورد بالتحولات، اسرع مع راشفورد بالضغط العكسي، افضل مع راشفورد. ولما قاعد يدخل كريستيانو ما هو بالفورمه اللي الموسم اللي طاف اللي كان يدخل ويسجل وثابت نفسه. فيعني ممكن مع الوقت يرجع يسجل ويكون اداءه ممتاز ونخليه بالملعب. ومحمد صلاح لا، من قال ان اداءه مو زين؟ انا قاعد اقول ان اداء محمد صلاح منخفض هذا الموسم، لكن في اسباب. نعم. في اسباب ما في انتاجيه. بس حامد يعني اطرح نقطتك بعد رد عادل. في اسباب جعلت محمد صلاح اقل انتاجيه، واحد منها ان صلاح السنتين اللي طافوا او الخمس سنين اللي طافوا مع ليفربول يلعب مهاجم، يعني فيرمينو ينزل وصلاح يروح يكون في نهايه السلم الهجومي. والحين صلاح تشوفه على الطرف، الحين صلاح تشوفه في اغلب الاحيان كجناح ايمن، في فرق يدافع عند ترند الكساندر، ففي فرق. وعندنا الكابتن حسين مسوي لعب نفس الشيء، لعب في فترات كمهاجم ولعب في فترات جناح. لما تكون جناح تكون أبعد عن المرمى، فبالتالي راح يكون مجهودك أكبر وممكن إنتاجيتك تقل على حسب الأداء الفريق. جميل. حامد اسمح لنا، يمكن أخذنا من وقتك، بس نبيك توضح هل عندك إضافة أو شيء؟ وصلت النقطة. شكرا لك. أهم شيء مقتنع. شكرا لك حامد. شكرا لك حامد. شكرا لك. الله يحفظك حامد وأشكرك على اتصالك. عندنا مكالمة أخرى، نقول ألو. ألو. منو معاي؟ مبارك. حياك الله. حياك الله. مبارك منور. إن بحالك. أنا برشلوني فبعلق على مباراة برشلونة اليوم. تفضل. دام فضلك. يعني أنا توقعاتي راح نفوز على البايرن إن شاء الله. يا ساتر يا ساتر. ولو إن تحصيل حاصل بس إن شاء الله نفوز عليهم. وأتمنى من الإدارة إن يعني دور مدرب غير تشافي من الحين. بتفوزون اليوم وتبي مدرب جديد؟ عين شنو تبي بالضبط؟ إيه لأن تشافي نشلف بوسكس خلاص. زين مجبور يعني في مباراة مجبور إنه يلعب. ليش مجبور أبو يوسف؟ عنده كيسي، عنده ديونج، حالاتهم بالنص. كيسي يعني مختلف عن بوسكس. بالضبط يلعب ديونج مركزه. عطوا فرصة هالسنة السنة الجاية خلوا كذي. أبو عبد الله هذه وجهة نظر ملغومة هذه. نعطي شرط. الموضوع شخصي. لأن أنا كل ما أشوف تشكيلة فيها فوكس أقول بس رحنا فيها. شكرا لك مبارك. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يحفظك. مشكورين. يعطيك العافية. الله يحفظك اخوي مبارك. شكرا لك على اتصالك ونشكر جميع المتصلين. وسامحونا يمكن بعض الاتصالات يمكن ما اخذنا وقت مطول وذلك بسبب ضيق الوقت. عموما عندنا بريك ونرجع لكم. عودة مرة أخرى وهالمرة مع الدوري الكويتي. مثل ما احنا عارفين ان اليوم مسابقة كأس سمو ولي العهد، عندنا مباراتين يلعبون اليوم، مباراة السالمية مع برقان ومباراة كاظمة مع القادسية، وهي يمكن القمة في هذا الدور
نبلش مع ابو عبد الله، رايك في مباراه كاظم القادسي؟ انا قاعد اشوف في ضغط عالي عليك اليوم، احد القادساويه متواجد ويعمل بريسنج عالي ويقول لك لازم تتوقع ان القادسي يفوز، عاد ما ادري عنه. ما اقدر انا اتوقع، فهذه مباريات كؤوس. يعني انت واقعي. انا اشرح لك الوضع الحالي، شنو وضع القادسيه؟ وضع القادسيه تحسن مع بنيك في الاربع مباريات الاخيره، 3 تعادلات، فاز نقول يعني انه اقل مجهود مع صليبيخات، نقول انه في ناس تقول المستوى اقل، لكن انت لما تيجي حق كاظمه افضل فريق انا وجهه نظري حاليا، لم يخسر اي مباراه. نعم. لا في الدوري ولا حتى بالمباراه السابقه، كانت يمكن من اصعب المباريات اللي واجهت بعد الكويت سالميه كانت هي الجهره وكاظمه، نظرا لمستوى الجهره في الدوري. ففوز كاظمه برباعيه وبريحيه. انا اشوف المباراه صعبه، متى ما كان القادسيه في مستوى مباراته مع الكويت وكان تشكيل يعني على قراءه على قراءه نادي كاظمه الخصم. يعني احنا شفنا المباراة اللي خسرناها بالدوري بالثلاثة، شفنا ديمبلي شلون واحد، فانت واضحة الامور قدام بنيك وعارف وين الخطورة وين نقاط القوة والضعف في كاظمة. هذه اول نقطة عشان يبني عليها تشكيلة ويوظف اللاعبين داخل مثل ما عمل الكويت. كاظمة مختلف، كاظمة يعتمد على الاطراف اكثر. المشكلة وين؟ انه يكون التركيز عالي وتكون الشراسة، يعني اديش المباراه بقوه، تبي المباراه مو في تراخي. اي نعم. زين انا اذا بقول كم نسبه تفاؤلك المباراه هذه؟ كم والله تفاؤلك؟ انا اكون صريح 50-50، نسبه الفوز 50-50، اكون صريح معك. يعني نقول محايد نوعا ما. انا لا انا مو انا ودي بصراحه اقول لك، بس كمحلل ما يصير انا العاطفه تغلب، انا اكلمك على المستويات. جميل، انا بسال عادل. كيف عادل؟ انت عارف ان مثلا كاظمه انتصر على القادسيه في الدوري، ذكر يعني بعض المشاكل اللي تسبب كاظمه لدفاعات القادسيه، شلون تشوف المباراه؟ خلني احيي ابو عبد الله انه قال كمحلل لازم تكون محايد وتكون تشيل العاطفه من الموضوع. صحيح. اكيد. برافو عليك ابو عبد الله. انا اشوف ان كاظمه اذا واتمنى تفهمون كلمتي، نعم، لا تؤخذ بطريقه اخرى، اذا ما قدم احترام اكثر من اللازم للقادسيه فهو مرشح اكبر من القادسيه على ضوء الاقرار بالتشكيله الادوات الموجوده عنده انه يفوز في المباراه. بس عادل ابيك توضح لي اياها اكثر، شلون كاظمه امام الكويت؟ نعم. لعب 3 لاعبين وسط بمواصفات المجهود البدني العالي، خصوصا انه اخرج اومو قاعد على الاحتياط وهو صانع الالعاب واللاعب اللي يقدر يلعب بين الخطوط، ولعب ناصر الفرج اللي يجيد الركض العمودي اكثر من انه يستحوذ على الكره بين الخطوط، فبالتالي اعطى نادي الكويت الافضليه الافضليه. نعم. وخلى عمليه الصراع البدني بين او المواجهات الفرديه بين اجنحه نادي كاظمه واظهره نادي الكويت اصعب على الاجنحه. ليش؟ لأن ما عندهم اللاعب اللي ينزل بين الخطوط ويعطيهم السبورت، فبالتالي قدم احترام كبير لنادي الكويت كأنه خايف من نادي الكويت، فبالتالي كانت نتيجة المباراة يعني بالنهاية الأداء بشكل عام هي تعادل المباراة، ولكن الأداء بشكل عام نادي الكويت تفوق فيها. اليوم أمام نادي القادسية نفس الشيء. يعني أنا اللي فهمته من كلامك عادل أن المدرب اليوم يدخل بعناصره واسمه، ما يدخلنا اليوم والله القادسيه مثلا اكبر مني كاسم من الفريق من الاجهز من الفريقين كامة. خلاص انت الفريق اللي تلعب باسلوبك، الفريق الاقل جهوزيه هو اللي يحاول يتاقلم عليك وهو اللي يحاول يغير باسلوبه علشان يجاريك ويوقف مفاتيحك وبالتالي يعتقد عليك كل المباراه، ولما ما تسنح الفرصه هو يقدر يحقق نتيجه. وضحت كابتن عادل. انا كابتن حسين بسالك عن الربع السالميه. السالميه اعتقد توه بلشت برقان. نعم. ايش رايك شلون تشوف حظوظ السالميه؟ والله امانه هي يعني حظوظ السالميه يمكن اكبر من برقان في هذه المباراه، خلينا نكون واقعيين، بحكم ان السالميه يمتلك لاعبين خبره، لاعبين شباب، لاعبين منتخب محترفين، يعني مثل ما اقول جمعه لاعب ذو قيمه عاليه. نعم. عارف للدوري الكويتي وعارف للفرقه بالدوري الكويتي، ومدرب الكبير ابو نواف عارف حق فرقه الدوري. وحاليا النتيجه 1-0 السالميه. ابو علي ابو علي ما مدانا يا ابو علي وي خير عليهم ويك خير عليهم. فتوقعاتي ان السالميه يعني راح يحسم المباراه، يعني
مو قصورا في برقان برقان لكن بدون صعوبة. عجبتني برقان هذا برد برقان السالمية عنده الإمكانية بأي بطولة أنه يوصل، لكن يفتقد يمكن في بعض المباريات للصبر والخبرة. يعني يقولك يمكن القرعة حاليا يعني ممكن يعني ضد السالمية. صدقني أنا من خلال سنتين وصلت معهم لو تحطها ضد منه ما عليهم خوف، دشوا المباراة يلعبون، لكن يبقى التركيز داخل الملعب. يعني نفقد إحنا التركيز، لا في بعض اللاعبين يفقدون عناصر التركيز داخل المباراة، يتشتتون يضيعون، سواء فريق كبير فريق صغير أيا كان تلقاه ما أسميها مو يومك، لا كثر ما هو أن أنت لازم تركز. بشكل عام شنو تقييمك الموسم السالمية موسم طاف؟ يعني هو وصل نهائي كاس الأمير، كان أحد المنافسين على الدوري، يعني صح. نقدر نقول ولو على الأقل ثلاث أرباع الدوري. قدمنا موسم جميل أمانة موسم اللي طاف، لكن بالقسم الثاني يعني انهدم نص الشغل اللي سويناه بالقسم الأول. هي ما كان في مشكلة الفوز على الكبار، لا أقول لك المباريات الكبيرة ما خسر من الكبار، الكبار يعني كان طلع الأول ما علينا خوف من المباريات الكبيرة، لكن في المباريات الفرقة المتوسطة يعني مع احترامي حقهم هم اللي يأذون الأندية الكبيرة. يعني تحس في مشكلة في صعوبة باللعب أمامهم، فريق يسكر قاعد لك 10 لاعبين ورا شلون تلعب مع هذا؟ هذا شغل مدرب، هذا كانت يمكن شغل مدرب يجادل حلول. في حلول طبعا والحلول واضحه ومعروفه عند بنواف كانت، لكن اما تلقى في صعوبه انك تلعب امام هالفرقه. هذا رسم الدوري بطيء نوعا ما، حط 10 ورا يوقفوا لي وتعال هاجم اطراف ليمتى قاعد ارفع ارفع ارفع، مو كره قدم هذه. فانت يمكن لما تشوف التكتلات الدفاعيه هذه فعلا يمكن احنا اتفقنا في الموسم الماضي ان يمكن السمه الغالبه في الدوري هي التكتلات الدفاعيه، وان يمكن الوقت الفعلي يمكن كابتن محمد الفيلتشاوي دائما يذكرها. تفضل كابتن فوزي بشير لاعب القادسيه لاعب منتخب العماني مسي عليه بالخير اذا كان قاعد يسمعنا. لعب في الدوري السعودي، لعب في الدوري القطري، لعب في الدوري الإماراتي. لما يانا لعب مع القادسية هني قال أصعب دوري لعبت فيه هو الدوري الكويتي. فعلا وليش شنو الصعوبة؟ إنه ما في مساحات الدوري مثل ما قال في مباريات فريقي عشرة ويلعب بطريقة عشوائية يعني مو منطقية ما تقدر تقرأ يعني لاعب لعب لاعب يعني. المفروض يلعب الكرة يمين تلقاه فجأة لعبها طويلة ولا انفراد. ليش انفراد؟ مو لأن الفكرة عبقرية، لأن اللعبة عشوائية ما تنقرا، ما تروح تعيد كل مبارياتهم وتحلل كل مبارياتهم ما تشوف هذه التمريرة صارت من قبل، يعني هي عشوائية هي وليدة الصدفة. فبالتالي هذا ناهيك عن موضوع إضاعة الوقت وأن المباراة الوقت الفعلي غير جيد، فبالتالي هذا أمر يعني يصعب على أقرب حق الطريقة الإيطالية القديمة ممكن أقرب حق الطريقة الإيطالية بس ما عندنا السحر اللي بأدوار إقصائية. النقطة الأخيرة اللي تحسب على نادي السالمية بالفترة الأخيرة آخر ثلاث سنوات مثلا كثرة تغيير المدربين. اليوم أنت شلون ممكن تكسر هذه التكتلات لما يكون عندك أسلوب لعب واضح والأسلوب هذا يتطور من وقت إلى وقت؟ شلون ممكن تطور أسلوب وتدخل بتفاصيل الصعوبات يعني المواقف الفردية سواء على الأطراف أو على النص أو خط خط إذا أنت كل ثلاث أربع شهور خمس شهور نبدل مدرب؟ ما نذكر الموسم اللي طاف الموسم اللي قبله ثلاث مدربين دربوا نادي السالمية صحيح نعم. وثلاثة وطنيين. فبالتالي والسنة الماضية كان في مدرب بداية الموسم وبعدها وصل كابتن محمد إبراهيم، فهذه السنة هي أكثر سنة فيها استقرار فني لنادي السالمية. هذا بسبب خلل الإدارات، سوء اختيار الإدارات احترام يعني الإدارات. لازم تكون الاختيار يكون بعناية لأي إدارة إدارات كنا نعم. قاعد بسوي دورة برا ويحط مدرب ويشيل مدرب يعني ما الموضوع في محتاج ما استقرار فني أكثر ما يعطي ما في تكون لجان داخل النادي من لاعبين من مدربين لهم خبرة ودارسين وفاهمين وعارفين بالضبط. عشان اختار لك مدرب موضوع خطة مستقبلية خطة مستقبلية للفريق صحيح. فقط صحيح. صحيح. لا لا شيل مالك يبع حسين شيل عادل يبع ما يصير ردود أفعال ترى أغلب الأندية براين كلوف براين كلوف اللي هو المدرب الإنجليزي الإنجليزي اللي درب نوتنغهام حق معهم تشامبيونز ليج الآن ملعبهم في واحد من السايد الجماهير بس 2-0 أبو علي 2-0 براين كلوف شنو يقول؟ يقول الإدارة 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 براين كلوف يقول الإدارة اللي تختار مدرب والمدرب يفشل المفروض الإدارة ترحل معه لأن هي اللي اختارت المدرب. إدارة ما لك همل مسمار فهذا على كلام يروحون اللاعبين والإدارة قاعدة تصاريح تاريخية صراحة كابتن عادل، وأكيد لازم الاستقرار الفني يكون موجود. نذهب لاستقرار فني لدوري أبطال أوروبا. ميرو نايم اليوم وين هذا؟ أنا ناطر يمكن ابتسمت ثلاث ثواني ترى 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 ترى
أوروبا. ورا قاعد تسوي ولا السالمية؟ عدنا لكم مرة أخرى وهالمرة الحديث عن دوري أبطال أوروبا. كابتن عادل، تشيلسي يتأهل رسميا إلى الأدوار الإقصائية المرة 18 بتاريخه من أصل 19. مبارك لهم الفوز، نقول إيش رأيك بهالفوز؟ فوز متوقع يعني ضد فريق متطور، فريق جيد سالزبورغ، شكل خطورة على تشيلسي، ولكن دائما نقول الفريق اللي عنده عمق أكبر وخبرة أكبر وإرث في بطولة الأبطال هو اللي يكون دائما عنده أفضلية، وهذا اللي صار في مباراة الأمس. وأنت توقعت في صعوبة بأراضيهم؟ طبعا شفنا الصعوبة، توقعت أن يكون في صعوبة وتوقعت بالنهاية يفوز تشيلسي. أبو عبد الله، إيش رأيك بالمباراة؟ تشيلسي حسمها بالكرات خارج المنطقة الجزاء، بالتسديد من الخارج في الهدف الأول في الثاني. سالزبورغ ما كان سيء، أضاع فرص كثيرة، لكن اللي استغل فرص وما تعتبر يعني فرص من جمل مركبة، تسديد من الخارج في تسديد الشوط الأول، تسديد الشوط الثاني، حسم المباراة تشيلسي. بوتر لعبها صح، وحتى لو كان متعادل ما راح يكون زعلان، لكن هو رغب في الفوز وحقق الفوز بالنهاية. يعني بالنهاية يعني يمكن المباراة الأخيرة سواء فاز خسر وغيره هو ضامن التأهل، وهذا الشيء اللي محتاج تشيلسي، يمكن احنا ذكرناها في نقطة سابقة. عموما انا اروح الكابتن حسين مسوي. كابتن حسين مسوي مدريدي، امس ماكلين ثلاثة يعني مدريد كانوا ماشيين صح وامورهم طيبة، ترى احنا متعودين متأهلين عادي نخسر، مو اول مرة، هم متأهلين كذي كذي، احنا ضامنين لكن هم الفريق بحجم ريال مدريد يجب ان كل مباراة تكون نتيجة من صالحه، ف هدية سالون الوعد قدام ان شاء الله. زين ابو علي، منو اقرب نادي ريال مدريد في دوري الابطال؟ انت ما شاء الله كل سنه محققين الشامبيونز، زين ثاني اقرب نادي لكم؟ ثاني اقرب نادي منو تبونه؟ لا بالبطولات ميلان، بالبطولات ميلان، خل البطولات ميلان شويه بعد. انا اشوف يعني السيتي، بين السيتي والليفر والفرق الانجليزيه هي اللي قاعده تصعد يعني باخر كم موسم، هم اللي قاعد ينافسون ريال مدريد يعني وباريس نوعا ما. باريس يعني عادل يحب ميسي، عادل متوقع انه ميسي، كلنا نحب ميسي، لكن باريس يعني لحد الحين مو يعني ناطرين مفاجأة مالتهم بالشامبيون. مرات كثرة النجوم هذه تسبب مشكلة في عكسية الفريق، هذه أيوه. جملتي أنا أقول الفريق اللي فيه كثرة النجوم ما صعب إنه يحقق بطولة. على سبيل المثال مدريد يوم كان عنده زيدان وكارلوس كان في لاعبين صح، بس ما قدر إنه يحقق. متفائل هالموسم ولا بتشبع وخلاص راهي؟ لا متفائل أمانة، متفائل يعني ما زال يعني عندنا الرغبة هم أن ناخذ الشامبيون هالسنة. ما أدري متى تشبعون. ما نشبع أنا والله، ما نشبع. تبغون نعطي فرصة؟ عط فرصة حق باريس، سهلون باريس. وعدنا خسرنا العام 4 بالدوري وقلنا لك خدينا الدوري وخدينا الأبطال. يبقى السنة اللي طافت خسران من شرف، عرفت يعني من منو؟ مولدوفي. شرف يلا تفضل شرف، توا صاعد أول مرة ضابط هو كان مخلص. شنو المشكلة يعني ما تكلموا على شرف مثل على الأقل هذا لابزج فريق يعني أمانة محترم وعنده السرعات وعنده القوة، خيوطة حتى نجمة ما عنده، ما يخال بس عنده القوة وعنده السرعة وعنده كواليتي. يعني الدوري الألماني لما تكلم عن شرف يعني هذا شيء مخجل صراحة. عادل، ميلان الحبايب، ميلان مثل ما قلت لك أنا أمس، ميلان راح يفوز ومتوقع أن يتأهل، بس صراحة ما توقعت الاكتساح. أنا أكلمك عن نفسي، ما كنت متوقع هالاكتساح هذا يعني ميلان بأفضلية بأداء. لا يعني ميلان قلت لك أنا، ميلان راح يدخل المباراة وهو عنده تفوق فني، وفوق هذا هو عنده ثقة كبيرة بأداء آخر ثلاث مباريات في الدوري، فبالتالي أكيد راح يعكس هذا الأمر على أرض الملعب تحديدا لما يتلى الفرصة من جديد. يعني مباراة سالزبورغ مع دينامو زاغرب، دينامو زاغرب قدم هدية لإي سي ميلان وأبقى في الصراع. أيضا تشيلسي أمس انتصر على سالزبورغ مثل ما توقعنا أمس، وقلت لك أنا قبل يعني في حلقة أمس أن ميلان يفوز وراح يكون هو الثاني ويتأهل مع تشيلسي. بس مو آخر لعبة على ملعبة، آخر لعبة يعني اللعبة الأخيرة تعادل يبي لك نقطة تتعادل. نعم. شوف شلون استفاد من الكرة الثابتة، هي اللي غيرت المباراة. أكيد. نعم. الكرة الثابتة اللي سجل منها ميلان اللي فتحت المباراة، وهي اللي خليته ثاني وثالث ورابع، كان بإمكانه يجيب أكثر. الفريق عنده إمكانيات، حتى المدرب لما تكلمنا عنه أمس، المدرب في إمكانياته قاعد يعمل. يعني أمس عمل مدرب واضح، ما كان عنده استعجال، استغل كرة ثابتة، من بعدها بدأ الفريق الخصم يطلع من المناطق
واستغل ميلان، تلاحظ ليو في الهدف الثالث او الثاني المباراة خاصة سيطر عليه فعلا. يستحقون نقطة حلوة. انا اتمنى بصراحة اقول لك عودة الاندية الايطالية للمشاركة في الادوار الاقصائية، راح تشوف بطولة مثيرة وممتعة اكثر من المواسم السابقة، لما يدشون على ريال والباير والسيتي وباريس، الفرق هذه جماهيرية ولها تاريخ. حتى نابولي الآن أضاف إضافة قوية، خاصة إذا ما دخل في الأدوار الإقصائية راح تشوف مستويات يعني مباريات قوية ثقيلة. أكيد وبالفعل يعني ممكن حتى تأهل الأدوار الإقصائية يستفيدون منهم يعني ممكن على الصعيد المادي تكون في استفادة. عموما احنا عندنا بريك ونرجع لكم. دوري أبطال أوروبا، عودة مرة أخرى للحديث عن دوري أبطال أوروبا، وهالليلة ليلة برشلونة ولا ميونخ أبو علي؟ ميونخ طبعا، كل التوفيق كل التوفيق والغلوب مع ميونخ. إنزين هل الانتر بيحسمها؟ هو الانتر يلعب قبل مباراة برشلونة، فما لهم حظوظ أنا أتوقع، يعني إن شاء الله يحسمها الانتر وتوصل نتيجة برشلونة ويلعبون. إنزين نفترض أن الانتر حسمها، تبي ميونخ بعد يفوز؟ إيه والله. ليش كذي؟ أي فريق تحطه قدام برشلونة بيفوز. اي فريق؟ إيه؟ كايمك ميرو يعني دائما متفائل، ميرو طرف عينه، ميرو بيسكر المايك عليه الحين، اصبر. طف الكهرباء ميرو. بس ميرو متفائل يقول هالموسم برشلونه موعود بدوري، يقول لك لحد الحين ثلاث نقط مع مدريد ولا ما راح يشوفون شيء، ما راح يشوفون شيء ولا راح يشيلون شيء. يحبهم ريال مطارات ماي بس. وعدنان ترى ما الريال رايه، ما احب الفريق. لا هذه وجهه نظر، بس انا قاعد اقول ممكن يعني ما في ممكن ما عنده مجال 1%. وعبد الله زين، ممكن برشلونه يحقق شيء هالموسم، واحنا شكو خلي يحقق، يلا خلي يورينا. خلي شوف شيء. انت متوقع انه يحقق شيء؟ انا لا ولا شيء، انا من زمان مراهن عليهم بالدوري، انا مراهن عليهم بالدوري وانا مع ميرو. كابتن عادل، برشلونه يمشي هالموسم؟ يجيب شيء يعتمد على التفاصيل. انا مشكله بعادل يفزعل يعني. لا في الدوري الابطال، في الدوري برشلونه ومدريد هم متفوقين على باقي الفرق، فبالتالي عادي اذا مدريد مر بفترة ما هي غير جيدة عادي يفوز برشلونة، مو لأنه واحد من أفضل فرق أوروبا وأجهز فرق أوروبا، لا، لأن الدوري ما في منافسة كبيرة. صح. على عكس مثلا الدوري الإنجليزي إذا أنت بوضع برشلونة ما تفوز بالدوري، لأن في 5-6 إذا قاعد تنافسهم. يعني أنت تشوف الدوري الأسباني ممكن منحصر بين فريقين؟ طبعا هذا الموسم، نعم في الموسم هذا، السنوات السابقة أتلتيكو كان يدش على الخط، أتلتيكو أشبيليا ممكن، شفنا موسم السابق ريال، ولكن الفترة هذه لا، الموسم هذا بالتحديد والبداية والأرقام واضحة. الأرقام واضحة، كلامه صح، واحد ينصاد بس ثلاثة أربعة خمسة وين صيد؟ ما تصيد ساعتي من ولا منه. زين أبو عبد الله، رأيك شديد دوري إنجليزي صعب؟ نعم أكيد دوري إنجليزي، يعني في حال أنه كان في يمكن هبوط في الأداء تلاحظ أنه تغيير كبير يصير في المراكز والترتيب. ما تضمن من زمان، على سبيل المثال موسم 2021 ترى من زمان، كان في يعني مناطق غير طبيعية من زمان. الدوري الإنجليزي ما تضمن، حتى الأخير ما غلب ليفربول. نعم قام فورست غلب ليفربول، اللي فايز على منو؟ بس لا تقلب مواجهة على الستة، اللي فاز على الستة لا تقلب مواجهة يعني. شوف محور العقبة، محور العقبة. أنا آسف، محور العقبة عادل، رأيك في النهائي ليفربول وريال مدريد؟ أعتذر عن هذا الخطأ. رأيك أبو علي في نهائي ليفربول وريال مدريد؟ واضح رأيي أبيض. لا حبيبي كابتن عادل، ما نقدر عليه، لا تزعلوني. لا لا خلاص خلاص، لا انا مجهز كابتن عادل، لا ترى بارتري بالبادل. لا لا عيل، ما بسوي مشاكل، لا لا ما بيسوي مشاكل بعدين. عادل لاعب كبير ترى، يقولون واضع ترى لاعب كبير بالبادل. لا انزين، احسن مني 10 مرات، هو احسن مني 10 مرات. انزين البادل يعني ناويين على شيء ولا ماخذين هوايه؟ ناويين على تشامبيونز ليج، ناويين على تشامبيونز ليج. ابو علي يقولون في اصابه البادل، نص إصابة. متى العودة للملعب؟ احنا ما لنا فيها، الدش الطق تشينك مين ونتعور أكيد. هل في مجال ترجع بسرعة ولا؟ لا أنا مع كابتن عادل، مع كابتن عادل. عادل عنده تحضير يعني للموضوع هذا. احنا الحين الإعداد أن يعني على الأقل اليوم أقل الخسائر نتأهل موقع قاعدة أوروبا. الموسم القادم يصير خير. أنا عاجبني التأثر بالليفربول كابتن عادل، عاجبني موضوع الإصابات. استراتيجية هذه شوي لازم تعلمون من الشغل. وعبد الله تدري ليش؟ لعبة البادل احنا مظلومين فيها، مباري لاعبين تنس
تنس أرضي صار لهم 20 سنة يلعبون تنس أرضي متعودين على المضرب، ولاعبين سكواش أيضا صار لهم 20 سنة متعودين على المضرب، ولاعب كرة ولاعب كرة وحاطين وقاعدين نرز ويونا بينهم من داخل نفسنا ونبي نفوز. وآخر شيء شنو صار فيه؟ بس انا اقول لك هو وصل اكثر من نهائي في بطولات البادل، يعني في احد البطولات يعني تفاصيل بسيطه اللي خسر فيها البطولة. هو ما شاء الله هو مجهود بالملعب وبرا الملعب ولا حتى البادل. انا مره على يوم ان شاء الله راح ادعيك تيجي تشوف اداءه، راح احييكم ان شاء الله. لا واضح ان الابداع راح يكون يعني مره كره القدم بعد ممكن نصورهم وننزلهم عندنا. والله خلاص نخلي البرنامج بادل لا لا يعني كذي لقطه كابتن عادل فارس كره القدم. نعم عادل بسالك عن ميسي. ميسي يمكن امتعنا الليله الماضيه، ايش رايك؟ يعني شوف ما يصير انا اتكلم عن ميسي امام فريق دون مستوى ما يستحق ان نذكر اسمه حتى الذكر. نعم اكيد ميسي يبقى ميسي، يعني اللمحات الفنيه اللي يقوم فيها في وسط الملعب او في الثلث الاول من الملعب او يعني في الدوري الفرنسي الاسبوع هذا سجل هدف وهو كان بالتحضير بمرحله التحضير، وبعدها لعب باص باصين وعمل عمليه الاختراق تطوير الهجمه، وهو اللي كان في نهاية السلم الهجومي وسجل الهدف، راوغ حارس المرمى وسجل الهدف. فبالتالي هذا اللاعب يعني قيمة فنية على قولة غوارديولا أو فينجر يقول هو لقى مقعد خاص بين باقي اللاعبين، هو ويأتي من بعده باقي اللاعبين. جميل جميل يا كابتن عادل. عموما احنا وصلنا الفقرة الأخيرة في برنامجنا، فقرة يس أور نو، ونرجع لكم. يس أور نو فقرتنا الختامية، فقرة يس أور نو، مجرد سؤال وإجابته فقط يس أور نو. السالمية وصل ثلاثة. نعم وصل ثلاثة. عموما فقرة يس أور نو فقط الإجابة نعم أو لا. وعبد الله نعم أو لا فقط. لا يصير سؤالك رمادي. لا 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 السؤال واضح، السؤال واضح. القادسية سيثأر لخسارته في الدوري اليوم أمام كاظمة كابتن عادل. نعم. وعبد الله نعم. بو علي اثنين نعم. في الوقت الحالي ميسي يتفوق على كريستيانو كابتن عادل. والله ابتلشنا بهالمقارنة. نعم مو بس الوقت الحالي بالنسبة لي يعني، بس يلا. بو عبد الله لا. بو علي معناه أنا عشاق كريستيانو بس نعم. ما تقول لعب السيتي أو باريس أحد منهم سينهي عقدة الأبطال هذا الموسم كابتن عادل. نعم. بو عبد الله لا. بو علي عيد سؤال. السيتي او باريس واحد منهم بيب دوري الابطال يبي لهم بعد هالموسم. لا لا نو. ليفربول سيخسر امام اياكس الليله كابتن عادل. 10 نعم. نعم للاسف عادل. نعم ابو عبد الله ليفربول لا يخسر. لا يخسر 10 نعم. ساري اسوء من بيرلو وساري في قياده اليوفي كابتن عادل في الفتره هذه طبعا. نعم ابو عبد الله جدا. بو علي نعم. ثلاثة نعم. عموما كانت هذه حلقتنا اليوم، نتمنى أنكم استمتعتوا بالحلقة هذه ونشكركم على استماعكم. نشكر بو علي على تواجده اليوم. شكرا. وإن شاء الله نشوفكم على خير.